انطلقت فعاليات مهرجان الروستاغ العربي للمسرح الكوميدي في دورته الثانية، والذي أعلن عن تقديم جائزة تحمل اسم الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا. وقال رئيس المهرجان الفنان العماني محمد المعمري في كلمة لافتتاح الفعاليات التي تقام بولاية الروستاغ العمانية إن المسرح على مر الحضارات وتعاقب الأمم ما زال منصة الشعب وصوت الناس، يعبر عن قضاياهم ويملأ وقت فراغهم ويستعرض مواهبهم ومهاراتهم من خلال أشكاله المتنوعة وصوره المتجددة ما بين الملهات والمأساة.